لقد أصبحت المخدرات من أكبر المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي بالنظر لنتائجها الهدامة وطنياً وإقليمياً ودولياً بسبب ما تفرزه من آثار اجتماعية سلبية على المجتمعات وانحرافات سلوكية وتعقيدات صحية لدى الأفراد. وإن استفحال هذه الظاهرة بين فئات المجتمع وخاصة الشباب للأسف يستنزف قدرات الدول ومقوماتها ويهدد سلامتها وأمنها واستقرارها وبنية نسيجها الاجتماعي، مما جعلها وباءً قادراً على تحطيم كيان الأمم يستوجب اجتثاثها بالحزم والعزم اللازمين سواء من جانب الوقاية أو من جانب الردع.